السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احباء الكرام اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من تفسير الرؤيا والمنام ومعانا حلقه اليوم احلامنا الجميله على قناه الصحه والجمال اهلا بحضراتكم كل عام وانتم بخير كل عام والامه الاسلاميه بخير ورمضان كريم علينا وعليكم وان شاء الله النهارده معكم ابو يحيى الأشرم مفسر الرؤيا والمنام وان شاء الله نستقبل المكالمات بالمنامات اللي حضراتكم تقصوها علينا اولا ان شاء الله هنتكلم عن رؤيه الصيام في هذا الشهر الفضيل ورؤيه الصيام في الشهر الفضيل رؤيه جميله جدا جدا بس احنا قبل ما هنتكلم ونفسر او نعبر لاي حد يلا كلتنا معانا كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب على الامه الاسلاميه الخير يا رب على مصرنا الجميله الرخاء والخير وان الله سبحانه وتعالى يحفظ مصر من كل شر ومن كل مكروه وجيشنا العظيم اهلا بحضراتكم في يوم جديد وتفسير الرؤيه والمنام وان شاء الله احلامنا الجميله اهلا بحضراتكم النهارده هنتكلم عن تفسير المنامات تفسير المنامات او تعبير المنامات مهم جدا جدا بيشغلنا قوي 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 بيشغل كل طوائف العالم من الطفل حتى للشيخ الكبير يعني والمراه فتفسير المنامات بيبقى مهم جدا ورؤيه من الله سبحانه وتعالى ربنا يا رب يبشرنا على طول بالخير ودايما تبقى احلامنا كلها رؤيه ما تبقاش احلام من الشيطان ان شاء الله النهارده هنكلمكم عن امر مهم جدا وكنت مخصص النهارده كلام كتير جدا لحضراتكم ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعطي وبياتي بالكلمات او بالامور الطيبه علينا وعليكم ان شاء الله عايز اقول لكم على امر مهم قوي وهو ايه؟ وهو تفسير الرؤيا والمنام مهمه جدا تعبير الرؤيا والمنام مهمه جدا جدا ولازم نشوف معبر صح عشان نعبر عنده مش اي حد نروح نلقي عليه المنام ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المنام معلق على ارجل طائر اذا في الصوره وقع طيب كثير من الناس بيشغلهم هذا الامر ويقول لك انا عبرت المنام عند مفسر كتير أوي أوي أوى وبعض الاخوه المفسرين يقول لك ايه ما تعبرش المنامات عند ناس كتير تمام صح كلام مظبوط ولكن اذا عبر المنام سقط من ارجل الطائر لانه بيفضل معلق في السماء حتى بيتفسر صح وحتى بيتفسر صحيح انما في امر مهم جدا لو المنام اتفسر خطا طيب كده انا اخاف واقول خلاص المنام اتفسر خطا او تعبر خطا كده خلاص يبقى المنام وقع لا كده المعلومه دي معلومه خطا يا جماعه وارجو من حضراتكم تسمعوني جيدا الرؤيا لا تقع الا بالتعبير الصحيح الرؤية لا تقع إلا بالتعبير الصحيح ولكن أنا فسرتها عند مية مفسر وفسرها غلط لا مش هتقع بتفسيرهم إلا لما تقع بالتفسير الصحيح اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه وعلى مراد الله طيب يا فندم معانا اتصال اهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بحضرتك يا فندم معاكم ممتاز ازيك يا استاذه ابو اهلا يا فندم كل عام وانتم طيبه ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب يا رب علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه يا رب ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويبارك فيك يا رب امين يا رب اتفضلي يا فندم الله والله يا ابو يحيى انت من الناس المحترمه جدا ربنا يخليك يا رب ربنا يكرمك ويبارك في حضرتك انا بس مرتبط لان اقول لك يا رب يسعدك ويكبر بخاطرك ان شاء الله وانت من الناس المحترمه اللي بتشتغل والله على طول اللهم امين يا رب اللهم امين يا رب ويكبر بخاطرك ويكبر بخاطر كل مصري ومصرية يا رب العالمين. يعني اعتقد مش مخلينا محتاجين حاجه والله ربنا يبارك فيك ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا فندم اتفضلي. <applause> ودايما تفكيرك والله معانا والحمد لله يعني مش عشان احنا على الهوى ، والله بس دي شهاده قدام ربنا. فضل ربنا عليا وفضل ربنا عليا وعلى اللي بفصل لهم طبعا. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يزيدك من علمه ومن فضله يا رب. <applause> اللهم امين يا رب العالمين. ماشي يا ابو يحيى ربنا يزيدك يا رب ويوفقك. اتفضلي يا فندم. عندك منام ولا حاجه يعني افسرهولك؟ الله يخليك يا رب احنا بقى مع حضرتك على الجروب بقى طيب طيب يا طيب ستي كل سنه وانتم طيبه ورمضان كريم عليكم وعلينا اجمعين يا رب العالمين. طيب يا جماعه احنا كنا بنقول ان المنام بيتفسر لازم يتعبر صح ولازم يقع على مراد الله سبحانه وتعالى. طيب هنا بيقول ان المنام لو اتفسر او اتعبر ووقع والمفسر عبر فوقع بالتفسير الاولاني اللي المفسر عبر بيه لا انا بقول لا المنام بيتفسر زي ما انا قلت كده صح والاثبات هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يقول لاصحابه هل من احد من منكم عنده رؤيا او عنده منام اعبره له فجاء رجل وقال نعم يا رسول الله عندي منام فقص المنام على الرسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصديق رضي الله عنه وارضاه كان جالسا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله دعني اعبر هذه الرؤيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم له عبر يا ابي بكر فعبر فقال ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم اصبت ام اخطات يا رسول الله فقال النبي اخطات في بعض واصبت في بعض يعني المنام لازم يتفسر كامل علشان يقع من ارجل الطائر يتفصل صح. طيب هل ممكن المنام يتفسر على جزئين او على ثلاثه؟ نعم، المنام ممكن يتفسر ويعبر على مرتين او على مرحلتين. يعني ممكن وكثير جدا جدا من اخواننا او اخواتي فسرت لهم المنام يعني ممكن بعد سنوات او بعد اربع خمس سنين تقول والله يا ابا يحيى انا فسرت المنام او انت فسرت لي المنام نصه اتحقق ويا رب النص التاني يتحقق. طب ليه؟ لان انا فسرت وقدرت ان ربنا سبحانه وتعالى يمن علي ان انا اقدر ان انا اعبر النص ده صح طب النص التاني النص الثاني لم يعبر صح ولكن النص النص اللي اتعبر صح وقع وتحقق لها والنص التاني لسه طيب طب لسه طيب يا مان تفضل معانا مكالمه طيب الخط طب الخط الاتصال انقطع واتمنى ان انت تتواصل معانا تاني ان شاء الله يا فندم طيب هنا بقول ان المنام نصه تحقق ونصه التاني لسه طيب النص التاني لسه ده والاولين اتحقق فده من مراد ربنا سبحانه وتعالى وعلم من علوم ربنا سبحانه وتعالى ان النص ده يتحقق ونص التاني يفضل ليه لان في خير وفي اشارات ربانيه من عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمها الا الرحمن الرحيم فالنص التاني لسه وقت عليه لما يتحقق وطبعا انا ما اصبتش فيه عشان يتحقق طب حتى لو انا اصبت فيه وفسرت او عبرت المنام صحيح هل بيقع المنام امتى او هل المنام بيتحقق امتى او ليه ما عاد بصم انا عايز اقول كلمه لا يعلم اي معبر او مفسر الرؤيه والمنام متى تقع وتتحقق الرؤيه طيب معانا اتصال معانا ام حبيبه اهلا بحضرتك يا فندم اهلا بحضرتك معايا ابو يحيى ايوه يا فندم معك يا ابو يحيى اتفضلي تحت امرك بعد اذن حضرتك كان بنتي حلمت النهارده يا فندم وحلمت بطبق حلويات عندي في المطبخ فكنت يعني الان عايز اعرف تفسير ده ايه طيب يا فندم بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون بعد اذن حضرتك تمام ماشي حاضر كده كويس اتفضلي حضرتك بنتي حلمت ان عندي طبق حلويات في المطبخ كبير وحوالي خمس درجات فوق بعض كده ما في حلويات يعني فكنت عايز اعرف تفسيره ده ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني انا بقول لك بسم الله ما شاء الله في هذه الايام المفترجه الجميله وكل عام وانت طيبه وبنتك طيبه صح انا ببشرك بخير جاي لك في بيتك بفرحه هتعم بيتك ليه؟ لان الحلويات ما بتجيش الا في المناسبات السعيده انا ما بجيبش جاتو او حلويات او شوكولاته الا لما بيكون في 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 المناسبات في المناسبات عيد ميلاد افراح فانا بقول لك ببشرك يا فندم بخير قادم لك هيسعدك ويسعد بيتك واهل بيتك والله اعلى واعلم ربنا يخليك رب شكرا تحت تعالى. امر حضرتك يا فندم كل سنه وانت طيبه طيب احنا قلنا يا جماعه ان المنام بيتفسر ويعبر بمراد الله سبحانه وتعالى طيب هل هل زي ما قال المفسرون او المعبرون الرؤيا تفسر من اول مفسر انا بقول لا انا بقول لازم الرؤيا تعبر صح تعبر صح وعلى فكره معاد الرؤيا اي معبر لو يعرف معاد الرؤيا الكلام ده مش مش صحيح لاثبات سيدنا يعقوب عليه السلام وعلى نبينا محمد الصلاه والسلام لما سيدنا يوسف عليه السلام راى في المنام رؤياه وقصها على أبيه سيدنا يعقوب فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا سيدنا يعقوب عليه السلام عرف أن سيدنا يوسف هيبقى من الأنبياء وربنا يختصه بعلم وربنا سبحانه وتعالى هيوفقه أوي 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 طيب سيدنا يعقوب عرف ان يحصل لسيدنا يوسف بعض المراحل المتعبة أوي 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 طبعا لأنهم أنبياء الله سبحانه وتعالى بي بيبلغهم عن طريق الوحي سيدنا جبريل فلو كان يعلم أن سيدنا يوسف عليه السلام يبعد عنه أربعين سنة ما كان عيناه بيضبط وما كانش حزن كان عارف المعاد ال أربعين سنة اللي هم هيقعد فيهم سيدنا يوسف وبعدين يرجع له فإزاي؟ طب ده نبي برغم أن ربنا سبحانه وتعالى كان بيلطف بيه وكان بيخبره حاجات كتيرة قوي 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 الأنبياء طبعا بيبقوا عندهم علم كبير جدا 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 طيب اهلا وسهلا معانا اتصال الاستاذه حنان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل سنه وحضرتك طيب وانت طيبه يا فندم اهلا بحضرتك لو 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 سمحت يا فندم انا حلمت ان انا قابلت الفنان عادل امام نعم يا فندم قابلت الفنان عادل امام اه الفنان عادل امام اه وكنت ماشيه معاه وهو برضه كبير في السن كده وكأن في علاقه حب ما بيننا يعني ايه حنين كده عليا فالناس ماشيه بتشاور علينا ويقولوا ايه ده عادل امام بيحبها ده عادل امام بيحبها دي اللي انا احلمك بعد اذن حضرتك يا استاذه حنان فضل. حضرتك متزوجه ايوه طيب اخبار زوجك معاكي ايه كويس, كويس. كويس طيب. الحمد, لله. طيب الحمد لله رب العالمين بصوا يا ستي انا عايز أقولك حاجه ببشرك بامر طيب جدا جدا رؤيه الفنان عادل امام من من اكبر المشاهير الموجوده دلوقتي على في العالم الوطني ويمكن في العالم كله تمام كده يا فندم حضرتك لما تلاقي عادل امام اسمه ذات نفسه اسمه جميل عادل امام فانا بقولك كده ان جوزك كويس جدا معاكي تمام كده علاقه حب حنان ود خير لا ببشرك بحاجه حلوه بقى رؤيتك لعادل امام في المنام ان في خير مقبل جاي لحضرتك في تقدم في في حاجه جميله قوي 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 هتبشرك قريب قوي قوي أو, او لا بالعكس كمان ان ربنا سبحانه وتعالى هيخلي جوزك يحبك اكتر 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 ويزداد حبه يعني حبه لحضرتك في قلبه والله اعلى واعلم. طب ممكن كمان حلم اقوله؟ تحت امرك اتفضلي. انا حلمت بس مش فاكره حلم او بس انا حلمت ان حماتي وعمتي اخت جوزي جايه عندي انا للشقه بتاعت ما قديم لقيتها جايبه زي شكارة رز وشعر الرز اللي هو لسه بيشرب اسمه روش الش... روز الشعير اه شعير آه شعير. آه شعير وبعدين لقيتها جاي عندي زي سقف كده هو مش عندي اصلا في البيت بس هو كان في الحلم كده انها عندي لا معلش بعد اذن حضرتك القطعه الاخرانيه بعد اذن حضرتك يعني عندي الشكاره ديت عندي شكاره مليانه شويه بس كده يا منام هو الحلم فيه كلام كتير بس انا مش فاكره صراحه مش فاكره يعني انت... الحلم بس مش فاكره اللي ايه الموقف ده ودايما احلم من حماتي وفين اه بينا كده انا وعمتي وحماتي بتاع... كده ما بيني بتعملوا ايه يا فندم؟ يعني بنقول نشاكل مع بعض في الحلم انا وحماتي عمتي اخت جوزي طيب اخت جوزك وحماتك انت اخبارك ايه معاهم كويسين ولا في ممكن نقول عدم تفاهم لا ما بشكارت. اه طب معلش ربنا يا رب يوفقكم ويهديكم واحنا في رمضان احبوا بعضكم ربنا سبحانه نعم وتعالى جميل طيب طيب بصي يا استاذه الفاضله شكاره الشعير اللي عندك انا ببشرك قوي بمال جاي لك في الطريق على فكره بمقدار الشكاره اللي انت شفتيها في المنام من الشعير ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في خير جاي لك في الطريق ليه؟ لأن الشعير هنا فرج وخير وفضل وثمرة بتخرج من الأرض السوداء، فأنا ببشرك بخير أوي 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 وبقول لك حبوا بعضكم أنت وحماتك وأخت جوزك الدنيا مش مستاهلة والله العظيم أي كراهية ولا أي أي حاجات بسيطة جدا يعني مش مستاهلة، حبوا بعضكم ورمضان كريم كل سنة وأنت طيبة يا فندم. طيب إحنا هنتكلم تاني، إحنا قلنا المنامات لا يعلمها إلا الله، تحقيقها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني كده المنام فيش حد يعرف تحقيقه إلا ربنا سبحانه وتعالى. طب هنتكلم في أمر تاني جميل أوي 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 بمناسبة رمضان، وطبعًا أفضله رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إحنا نشمل النهارده حاجات جميلة أوي 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 عشان مناسبة رمضان وشهر رمضان المبارك الجميل علينا وعليكم يا رب العالمين، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يستبشر خيرا الانسان ده بيكون انسان مع ربنا سبحانه وتعالى واصل جدا جدا ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في رؤيتي طيب إزاي لأن كتير من المعبرين برضك عشان نقدر نعرف الكلام صح هل الشيطان يقدر يتدخل في رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابدا ابدا ابدا. طيب معانا اتصال الاستاذه ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بخير وسعاده ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب العالمين. الله اكرم. الله اكرم. اتفضلي. حلمت بالشيخ علي جمعه الله فبقول له لو سمحت بقول له يا شيخ ادعي لابني ابني عبد الله كان حظه وحش في الثانويه العامه نعم يا فندم حظه ايه؟ حظه وحش في الثانويه العامه اه طب وفعلا هو حظه وحش في الثانويه العامه؟ ايوه 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 رفض مرتين طب, طب كم يا الشيخ ادعي لابني لابني اتفضلي بصلي كده وقال لي وايه يعني؟ بقول له ده رسب وبقول ده يتيم وعمه اللي رباه وانا اتجوزت عمه عشان اربيه فبيقول لي وايه يعني وبعدين شفت ابني واقف وحانق دعنه شعره واقف وزي الفل واقف بعيد وزي الفل عنده كم سنة؟ عنده كم سنة؟ عنده مثل عشرين بيشتغل؟ لا لا ما بيشتغلش طب تمام هو في الدراسة دلوقتي يعني لا هو المدرسه هوصل مرتين وتحقق طب من بس المدرسة. ده دي ظروفه صعبه جدا جدا يا ام عبد الله هو ياتي وانا الحقيقه متجوزه عمه وكان نفسي ينجح وافرح بيه طب اتفضلي كملي منامك بعد اذنك بس كده خلص المنام على كده طيب عايز اقول لك على حاجه بسيطة جدا تاني. طب استنيني هقول لك حاجه بس اتفضل اعبر لك المنام دون وافرحك لان رؤيه الشيخ علي جمعه في المنام رجل من علماء الازهر واحنا صغيرين كنا بنحب نشوفه كده كان بيبشرنا برؤيه شهر رمضان يعني ما شاء الله كنا لما نيجي نسمعه كده ونشوفه لما كان كده بيجي يبشرنا كده بشهر رمضان الكريم كده كنا بنفرح قوي 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 الراجل ده وشه سمح قوي الراجل ده من اهل العلم من اهل القران الكريم وراجل خير راجل بيحب سيدنا رسول الله وال بيته بيته الكرام. من راى فضل. الشيخ علي في المنام علي جمعه فانا بقول لحضرتك استبشري خير لهذا الولد عبد الله. ممكن انا بقول له ادعي لابني ينجح ما دعاش ما انا خايفه على ابني بدعس لابني طب لابن. طو اسمعيني طب اسمعيني اسمعيني ده انا ببشرك فضل. ده انا بقول لك يا ست ام عبد الله ان عبد الله ده بالرغم ان هو رصف في الثانويه مرتين انا بقول لك ان عبد الله ابنك هيكمل وهينجح وهيخش الكلية اسمعيني كده كمان اسمعيني كمان كده ده ربنا هيصلح حاله قوي 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 يعني وهيحصل يعيد السنه السنه الجايه ان شاء الله ده هيحصل مفاجاه وعايزك تتواصلي معايا انت لو عارفاني اتواصلي معايا هيعيد السنه الشيخ يعيد السنه السنه الجايه ده هينجح وهيعيد السنه والشيخ الشيخ علي جمعه بيقول لك وايه يعني ان هو رسب سنتين لان ده شغل ربنا ملكوش دعوه انتم ده شغل ربنا اذا اذا اراد الله سبحانه وتعالى للانسان شيء فيكون لا يكون فيكون هو نجح او ما نجحش ده شغل ربنا سبحانه وتعالى لان ربنا سبحانه وتعالى كريم لو اراد ان هو يقصف في في قلبه العلم والنجاح والتفوق لنجح ابنك ولكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يقعد سنتين ما ينجحش طب ليه لان الله سبحانه وتعالى اراد بهذا الامر تعرف أقولك على حاجه ورؤيتك للشيخ الفاضل علي جمعه والراجل العالم ده ان ابنك هينجح وابنك في يوم من الايام لا يستهان به هيكون ليه مستقبل عظيم قوي 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 عارفه ليه يا ست ام عبد الله لان الشيخ علي جمعه جالك في المنام لانه راجل علم ومش اي علم علم واصل قوي 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 وراجل طاهر والله اعلى واعلم تفضلي اتفضلي لو عندك منام تاني اتفضلي الو اتفضلي سامعك الو سامعك يا فندم السلام عليكم اتفضلي لو بتحكي الشيخ في رؤيه تانية على راسي تفضلي تحت امرك جزاك الله كل خير يا رب آه الله آه الله. حلمت, آه حلمت انا وجوزي وبنتي في نفس ثانوي عام آه كنا راكبين في قطر في العربه الاخيره تمام العربه الاخيره نزلت انا وجوزي إن من القطر بنتي ما نزلتش القطر مش فيها مش بسرعه تمام, تمام. وكانت المنام على كده طيب صلى على النبي علي افضل الصلاه والسلام ثانوي عام ربنا يوفقها يا رب وينجحها لك ان شاء الله ممكن اعرف جوزك بيشتغل ايه يا فندم جوزي جوزي سواق ظروفه على قده صح سواق ظروفه على قده ظروف الحمد لله معلش بص عايز اقول لك كلمه صغيره ان شاء الله ان شاء الله ظروفه هتتحسن قوي 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 وليه لان انتوا راكبين في العربيه الاخيره فده امر طيب هو يا فندم نزلت انا وهو يا فندم من القطر نزلنا انا وجوزي تمام <applause> تمام بص عايز أقولك لك كلمه اتفضل انت وجوزك لكم شان ولكم حياه تمام فنزلتوا مع بعضكم بنتك ركبت القطر ومشيت بسرعه فبتكمل حياتها فانا بقولك لك ابشري لبنتك هي هتكمل حياتها وهتخش طريقها وطريقها مش زي طريقك انت ولا جوزك بنتك في السنه والعام هتبقى انسانه متعلمه الله سبحانه وتعالى سوف يمن عليها بالكليه الطيبه وشخص كويس جدا جدا يتزوج منها لا ده مش كده ده القطر خدها ومشي بسرعه دي بقى الحياه بتاعتها اللي هتمشي بسرعه فيها وهتكون امرها جميل قوي قوي يا ست ام عبد الله انا ببشرك لعبد الله ببشرك لبنتك بحياه سعيده انا مش عايز اقول لك بص كده دلوقتي اسجدي للرحمن ان ورايك المنامين دولا واحمدي ربنا وطلعي واخرجي صدقه بنيه ان ربنا يصلح حال اولادك والله اعلى واعلم شرفتيني يا فندم على دماغي. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق. أنا بقول يا جماعة، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فليستبشر خيرا. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيعلم أن بيته سوف يعم عليه بالخير. خير ورزق ورخاء وفرج. اللي شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريض شفاه الله سبحانه وتعالى. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسجونا خرج من سجنه وفرج الله عنه. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له أمنية أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الأمنية وحققها له. الله رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المنامات والرؤية الصالحة هي جزء من ستة جزء من النبوة. عارفين يا جماعة. والله العظيم في ناس كتير يقول لك انت بتفسر المنامات ليه؟ ما سيب المنام يتفسر لوحده. لا يا حبيبي المنامات ربنا سبحانه وتعالى جعل لها رسول اختص به سيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى علمه هذا العلم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعلم بهذا العلم وكان يقصه على الصحابه وعلى المسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئاً تعلمه المؤمنين يعني أي شيء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوله كان بيبقى حديث كان بيبقى إيه علم لازم كلتنا نتعلمه الرؤية والمنام أمر جميل أوي, أوي 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 نفحة من الله سبحانه وتعالى ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما بقيت من النبوة إلا المبشرات فقالوا يا رسول الله وما هي المبشرات قال الرؤيا الصالحه اللهم اجعل الرؤيا الصالحه لنا ولكم اجمعين فالرؤيا الصالحه مبشره من رب العالمين بتبقى فيها خير قوي 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 اما كتير من الاخوه والاخوات بيشوفوا منامات بيقصوها علينا بتبقى كبيره قوي 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 بتبقى مزعجه وبيقوموا خايفين قوي وبيبقوا مرعوبين ما تخافش ده بتبقى من الشيطان لان ربنا سبحانه وتعالى جميل كريم ما يجيبش منام للانسان الا في خير او في انذار او في بشاره او في عتاب طيب لما الاخت الكريمه او الاخ الكريم او امي او اختي او اخويا يشوف منام ويقوم مزعوج ومرعوب ويرتعش لا ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبش كده ابدا ربنا بيبشر او بيعاتب او بينذر ربنا سبحانه وتعالى كريم فكما قلت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا خير من أراد أن يحج بيت الله الحرام ورأى النبي في المنام فسوف يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفيش إنسان بتالي شاف النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما بيروح يزور سيدنا النبي بيروح يعمل عمرة بيحج لأن سيدنا النبي من أفضل المخلوقات اللي خلقها الله سبحانه وتعالى على الأرض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الفرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الشفيع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المنجي من من النيران هو اللي هيدخلنا الجنة طب انتم تعرفهم ازاي اتواصل مع سيدنا النبي اصلي على سيدنا النبي كتير اقعد اصلي على النبي في اليوم ألف مرة مئة مرة بذمتك كده لو أنت قعدت وصلت على النبي ألف مرة ولا عشرين مرة ولا ألف مرة ولا مئة مرة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى هيرد عليك الصلاة وعارف يعني إيه رب العالمين يرد عليك الصلاة ونصليت واحدة على النبي مرة يصلى عليك عشرة ونصلى عليك عشرة صلى عليك مية ونصلى عليك مية صلى عليك ألف يا سبحان الله نعمه من المولى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما جاء رمضان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما جاء الحج والعيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما جاء النور الارض اتملت نور بسيدنا النبي فانا بقول هنا اللي بيشوف سيدنا النبي في المنام يستبشر خيرا الفرج ذهاب الهم المال والغنى رؤيه المنامات يا جماعه رؤيه طيبه أوى, أوي 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 فيها الفرج وفيها العطاء من رب العالمين انا بقول لكم من راى منكم منام يقصه على عالم او ناصح معنا مين اهلا بالاستاذه مكرم معنا اتصال الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا فندم يا شيخ أنا حضرتك حلمت بحلم في حمام راقد على البيض وبعد كده البيض طلع بايظ بعد كده في نفس الرؤية حلمت بالحمام برضك راقد على البيض بس البيض طلع يا أستاذة يا ست أم كريم أيوة أنت بتقول أنت أول مرة حلمتي بالبيض بحمام أيوة. والحمام نايم على البيض أو بيرقد على البيض وباظ ايه يعني والبيض بايظ بعد كده خدت البيض رميته تمام وبعد كده رجعت حلمت في نفسي يعني نفس الرؤيه يعني ان الحمام رابط بعضك على البيض بس البيضه تطلع حمام تحتي حلو يعني طيب يا ستي يا ستي الفاضله ايوه المنامك دي كان امتى الكلام ده كان قليل وجي ست شهور او سبعه طب انا انا ليا سؤال عندك ايوه هو انت حضرتك كان ليكي امر او طلب كنت ماشيه فيه او عايزاه يتحقق وقف معاكي؟ أه، الصراحه داير على الخلفه دي لي ثلاث سنين لسه ربنا ما عطانيش. ما ايه؟ أه، كل يعني كان معايا بنت وبنتي ماتت ومن ساعتها داير على الخلفه كل ما اروح لدكتور يقول لي لل... الطابود مش شغال الطابود مش شغال جيت رحت عند الدكتور بتاعي جيت راح قال لي يا ده انت طلع عندك الغده الدرقيه الهرمونات بتاعتها طلعت ضعيفه خالص. عندك كام سنه؟ عندي 26 سنة طب ايه رأيك بقى اللي انا ببشرك بحمله قريب يا رب يا عارف... رب يا سيدنا الشيخ عارفة ليه؟ اه بصوا يا ستي انت بتقول انت عندك بنت وتوفاها الله الله يرحمها سبين في القلب يا سيدنا الشيخ وربنا عملناها عمل وربنا السبين ديت ربنا هتكون ده هتكون, هتكون شفيع عليك ولأهلك والاهلك والاهلها ايوه طيب هو ده البيض اللي حضرتك الحمام اللي نام عليه وباظ وانت رمتيه رحم الله بنتك أيوة. والمره اللي بعد منها في نفس المنام شفت الحمام نام تاني على البيض وفقس أيوة. هنا بقى الحمل لكي وهتنجبي ان شاء الله بخير بس عايز اسالك سؤال اتفضل أيوة تعرفي تفتكري لون الحمام أيوة الحمام كان لونه ابيض وفي حمام كان لونه ابيض في اسود الحمد لله كنت متوقع ان انت هتقوله ابيض ابشري 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 وافرحي انا بقول لك افرحي قومي كده يعني ارفعي ايدك لرب العالمين وقولوا له الف حمد وشكر لك يا رب في حمل قريب لحضرتك في ذريه جايه لحضرتك عارفه ليه يا ام كريم؟ لان البيض البيض سبحانه وتعالى شوفي سبحان الله بيضه ينام عليه طير يتكون عن طريق دفى يعني سخونيه كده خفيفه البيض يتكون دم في مخلوق ويكون كائن فهنا أيوه. الام فهنا الام ركضت على البيض وفأس, وفأس البيض طلع خير طلع فضل هنا انت بتقولي ان انت ما انجبتيش من ساعه ما بنتك ما ماتت وعندك تعب أيوه. طيب لا هنا في حمل لحضرتك في خير لحضرتك جاي في الطريق بس انا عايز أقولك على حاجه أيوه. تسمعيني وتسمعيني وتنفذيها ايوه ان شاء الله حضرتك رحت كتير للاطباء وصرفت كتير ودفعت فلوس كتير صح على الاخر والله يعلم ربنا تمت يلا تمت يلا وروح ادفعي صدقه للايتام والفقراء وطلع من قلبك كده بنيه صافيه صافيه بس اسمعيني 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 حاضر اسمعيني حاضر على مقدارك وعلى قدرك يعني ما 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 تجيش على نفسك قوي لو جنيه لو خمسة جنيه لو عشرة جنيه اخرجيهم لله باستمرار بنيه ان ربنا يرزقك طب اشتغلي بقى مع ربنا سيبكي معلش بالرغم ان الاطباء بالرغم ان الاطباء لهم كلمه وانت روحت كتير ولفيت كتير اتعالجي فعلا روحي عند الاطباء روحي عند واحد واتنين وانتوا بتقول دي روحتي وقالوا لك انت تعبانه وكذا وكذا ليه علاج لكل داء دواء دوي. ولكن داووا مرضاكم بالصدقه يعني روحوا للدكاتره واشتغلي بالصدقه انا بروح اجيب الادويه تمنها 100 200 300 اللي الدكتور بيكتبه لك اشعه ب 1000 ب 2 صبغه لا مش عارف ايه ب 1000 2 هقوم حاطط على ال 1000 ولا على ال 100 جنيه بتاعت الدواء 10 جنيه 20 جنيه راح لله واشتغلي وجربي كده وبالله عليك الله عليكم. بالله عليك اذا تحقق بالله عليك اذا تحقق هذا المنام بشريني بشريني وبشر القناه الجميله دي حاضر ماشي بص يا سيدنا الشيخ واختي حلمت ان انا ماسكه حمام كتير وقاعده وقاعده في وسط الحمام اخت حلمته اللي قريب خالص ده من شهر الشهر واحد ماشي تمام انا بصي يا فندم الحمام رؤيه الحمام بتبقى رؤيه طيبه جدا حسب الوانها بتبقى رسائل بتبقى بشريات من رب العالمين ابشري بالخير والله اعلى واعلم شرفتيني يا فندم طيب ان شاء الله يا جماعه اللي عايز يتواصل معانا على برنامج برنامج احلامنا الجميله على قناه الصحه وجمال اتفضل يتواصل معانا على الهواء مباشره افسر لكم الرؤيه والمنام ويا رب ان انا اقدر افيدكم ويا رب كل ما اقوله يكون شاهد لي لا علي يوم القيامه ولهذا المنبر ولهذه القناه الطيبه جدا جدا يا رب هذه السنه تكون سنه سعيده علينا وعلى المصريين وعلى شعب مصر وعلى حكومة مصر وعلى جيش مصر مصر بلد جميلة جدا مصر ذكرت في القرآن أكثر من مرة يا رب حرصها يا رب وكرمنا دايما إن احنا نعيش فيها بخير وأمان وسلام ورخاء ودايما نخلي يعمها ويبعد عنها الشر يا رب العالمين احنا كنا بنتكلم عن رؤية المنامات وإن هي مبشرة من رب العالمين أنا بقول هنا أي إنسان يشوف منام يزعجه يستعذ بالله من الشيطان الرجيم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدفل على يساره ثلاث مرات ولا يحدث به احد مثلا مش هيفيده ولا هيضره إيه الرؤيه من ربنا سبحانه وتعالى بيبقى فيها بشاره ازاي اعرف ان دي رؤيه من ربنا ده حلم من الشيطان ده عقل باطن او ايه او اضغصه احلام الرؤيه من رب العالمين لا تنسى ابدا خليكم معايا يا جماعه كده اسمعوا الكلام ده كده الرؤيه من رب العالمين لا تنسى ختم ختم دوله شفتوا الختم لما بيتحط على الورق ما فيش حد بيقدر يمسحه بيبقى قوي جدا جدا ممكن الورقه تبوش وتنتهي والخدمة ممكن يكون موجود هكذا الرؤية من الله وتلاقي انسان يقول لك ايه انا شفت رؤية من عشرين سنة شفت رؤية من اربعين سنة ولسه فاكرها اه لسه فاكرها بالنص وبالحرف طب ليه لانها شغل ربنا بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى مستحيل تتنسى ابدا. اما الحلم المزعج من الشيطان اللي الشيطان جاي يفزعك وجاي يخوفك ما هو مش هيسيبك الشيطان مش هيسيبك تهدأ ولا ترتاح في حياتك فتلاقيك بت تفتكره في وقتها يوم اتنين اسبوع بالكتير وما يكملش وتلاقيك بتنساه يبقى اركنه على جنب ولا تهتم بيه. اما أضغاصه الاحلام او حديث النفس فده رؤية بتكون خاصة بالإنسان إزاي بتكون خاصة بالإنسان؟ الإنسان بيكون مشغول في حياته أنا هشتغل هنا أنا هدرس وأروح عند المدرس كذا أنا هروح الستة تقول مثلا أنا هطبخ كذا لجوزي بيحب كذا أنا هروح النهاردة أشتري كذا وكذا فهنا حديث النفس هنا ما يروض الإنسان من فكر الإنسان بيفضل مخزنه في العقل وبعد فترة بيشوف الكلام ده طيب أنا عايز أبين لكم أمر مهم جدا إن العقل عنده استعداد يخزن أمور لا يقدر عليها مخلوق آخر معنا اتصال ست محمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك بس ممكن حضرتك تقف في حته فيها شبكه ماشي حاضر اتفضلي يا فندم ايوه الاولى انا معايا بنت اسمها اسماء, اسماء عندها السنة لا حضرتك مش سامعك معايا بنت اسمها اسماء معاكي بنت اسمها اسماء اه عندها 12 سنه ربنا يبارك لك فيها يا رب ويخليها لك يا 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 رب يبارك فينا يا رب علمت ان عندنا واحده جارتنا كان تجي عندنا لا مش سامعك خالص ايه جارتك اسمها محشام واحد اسمها محشام نعم كان جاي عندنا وجايبه عبايه بنص حمراء اللي بنت اسماء جايبالك جايبه لبنتك اسماء عبايه حمراء اه بنص البنوتات بنص بنص كم بتقول لكم قالت ليها يعني بتقول ايه كانت جدا لها لا حلوه البسيطه بس كانت متردده في طب معلش بعد اذن حضرتك يعني معلش الصوت مش واضح طب حاول تتصلي تاني يا ست ام محمد و... وان شاء الله تتوصلي بينا تاني ان شاء الله طب يا جماعه نرجع تاني لكلامنا وعايز ابين لكم امر مهم جدا وهي الرؤيه من الله سبحانه وتعالى عشان نعرف طيب الرؤيه من ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لا تنسى ابدا 10 20 30 40 سنه ما بتتنساش طيب الرؤيه من ربنا سبحانه وتعالى واول مره اقول لكم كلام اسمعوه كده مني بيبقى فيه ثلاث امور وهي الامر الاول الرؤيه الرؤيه المناميه من الله فيها بشاره وفيها عتاب وفيها انذار طيب ازاي بشوف منام من ربنا سبحانه وتعالى بيجي يبشرني بيقول يا سيدي يا ابو يحيى يا اخ كريم يا اختي يا فاضله العريس اللي جاي لك ده هيكون ان شاء الله عريس كويس جدا جدا. ان شاء الله السفريه يا استاذ محمد او يا استاذ عمر اللي انت مسافرها عشان تشتغل وتشتغل وتسعى في الرزق فيها خير فيها فرج ده بشاره. اه المشروع اللي انت داخل عليه هيبقى فيه رزق كبير قوي 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 فده بشاره من ربنا سبحانه وتعالى تمام؟ الجزء الثاني وهو الانذار الانذار هنا بيكون من رب العالمين بتيجي عن طريق رؤية طب بيبقى فيه ايه بيبقى فيه في المنام طبعا وفي اشارات ورموز ما بتقدرش تفسرها انت ولكن المعبر هو بيفسرها لك زي مثلا آه بيكون آه الانذار خلي بالك انت بدات تخش في مرحله خطا انت بدات انت ماشي في طريق مش كويس انت بدات تهمل الدين طب معانا اتصال الاستاذة شيماء اهلا بحضرتك يا فندم اهلا بحضرتك الشيخ اهلا بحضرتك كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم اللهم امين يا فضيله الشيخ انا حلمة حلم من ثلاث ايام بالظبط ان انا حلمة ان انا في ح... يعني بيت حنشتين والحنشتين دولت عايزين يجوا على البيت بتاعهم انا مش عايز مش عايز لا يا استاذه شيماء يا استاذه شيماء لا تاني بالله عليكي تاني انا يا فضيلة الشيخ حلمي ان انا في بيت بتاع آه تعابين والتعابين ديت عايزه تروح عليه وانا في افعى حنش كبير وبشعر طويل وعماله يحاوط عليا عايز يجروحني وفي حماتي وامي واخويا عمالين يحاوطوا على الحنش والحنش عايز يروح يجروحني انا والحنشين دول تروح تصبحي طيب يا أستاذ شيماء انت معايا؟ ايوه معاكي فضلت الشيخ المنام ده امتى يا فندم؟ ايه؟ المنام ده امتى؟ المنام دي حلم اول البحر بالشيخ الشيخ هو ده زي أنا ما قلت يا جماعه ده الانظار يا فندم انت حضرتك متجوزه؟ متجوزه ليا ثلاث سنين ثلاث سنين انت اخبارك ايه؟ احوالك ايه دلوقتي؟ يعني انت بتعاني من حاجه او تعبانه من حاجه؟ انا ما فيش فايز مشاكل ايوه عندي جوزي وكده معاكي مشاكل مع جوزك طب انت فاكره لون 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 التعبان او الحنش اللي انت شفتيه في المنام لا الحنش اللي انا شفت ليه لونه اصفر اللي في وسط الطاقه لونه اصفر ايوه طب انا ممكن اسالك سؤال كيه. انت حضرتك تعبانه جسمانيا عايز. انت حضرتك بتعاني من تعب بتع... بتع... بتعاني من التعب جسماني في معاد التبويض وبيمسكنا مغص جامد و... و... آه. و... ولسه ما انجبتش اولاد. اه يعني انت بتعاني فعلا من تعب ومغص بيجيلك باستمرار. فعلا ايوه يا فضلك الشيخ بس وفي يم... الأفضل في معاد التبويض. بس معلش بعد اذن حضرتك انت حضرتك التعبان قرصك ولا لا في المنام؟ لا التعبان ما جرنيش في المنام لان انا كنت مفجوعه بس قبل منه كان في تعبان بيجري ورا مني وبيبص السم بتاعه عليا والسم بتاخد مطر عليا. أستاذة شيماء تسمعيني؟ أيوه سامعك يا فضلة الشيخ. بعد إذن حضرتك بالله عليكي نفذي اللي أنا هقول لك عليه وإن شاء الله هتدعي لي. ماشي يا الشيخ جو. إلتزمي إلتزمي بالصلاة. تمام؟ لازم تصلي. والله بل والله بلتزم فضلت الشيخ و وما و و و و و و و تمام الامر الثاني يا استاذ شيماء بعد اذن حضرتك انا عايز رقيه شرعيه لحضرتك لو تعرفي ترقي نفسك ارقي نفسك وحاجه بسيطه جدا انت حضرتك تقرأ الفاتحه واية الكرسي تمام يا فندم والاخلاص والمعوذات وتقراهم على ميه وتشرب من الميه وتشرب من الميه وتمسحي وشك وعايز اطلب منك طلب استاذ شيماء سمعني؟ عايزك عايزك كل يوم قبل ما تنامي قبل ما تنامي تقراي ايه الكرسي تمام كده وعليك بالزلزله بصوره الزلزله لو تقدري تقراي صوره الزلزله 33 مره تجيبي سبحه كده وتقراي صوره الزلزله 33 مره اقرايها تمام يا فندم طب انت حضرتك رحت للطبيب ولا لا رحت للطبيب؟ رحت للطبيب و رحت بس واحد بس يا فضيلة الشيخ بيقول لي أنت هتجي آخر الشهر ربنا كرمك. نعم يا فندم؟ روحت الكاسة حد قبل كده وقال لي انت أنت هتروحي له ورحت يقول لي أنت هتجي آخر الشهر شايلة ورحت قبل كده للشيخ وقرأوا علي قرآن ورقية شرعية وقلت لهم مية أشربها وعملت جماعة خير والله فضلت الشيخ طب اسمع طب اسمعيني بعد إذن حضرتك أنا أروح لشيخ؟ أهل القرآن أهل الذكر الناس الحلوة مشايخ الجوامع الأئمة إنما ما اروحش لدجال ولا مش عاوز يا أستاذة شيماء أوعي أوعي تروح لدجال ولا مش عاوز تمام كده أنت عندك أمور بسيطة جدا جدا أنا عايزك بس بعد إذن حضرتك عليك بآية الكرسي تمام على طول باستمرار وعلى طول وعلى طول وعلى طول وجربي كده بس وسبها لله وربنا ان شاء الله هيشفيكي اية الكرسي الزلزله 33 مره واقراي لي سوره الصفات والرحمن ممكن وان شاء الله ربنا هيشفيكي باذن الله شكرا يا فندم لحضرتك شكرا ربنا يشفيكي يا رب ويبعد عنك اذى الشيطان واذى الجن واذى الانس وعايز اقول كلمه يا جماعه بمناسبه الاستاذ شيماء طبعا انا بقول لها وهي سمعاني أستاذة شيماء اوعي تخافي اوعي يكون عندك رهبه ما تخافيش الا من المولى سبحانه وتعالى لو اجتمع الانس والجن على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا ان كتبه الله لك فاوعي تخافي اهم حاجه وانت ما عندكيش حاجه اصلا حاجات بسيطه جدا جدا بالقران الكريم وروحي عند الطبيب ممكن يكون لك علاج عند طبيب اذا الطبيب اداكي دواء وشفيت عليه لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين اذا الطب ما عرفش يدويكي انا بقول لك كده انت حضرتك ليك عدو طيب العدو دوا بالقران الكريم ربنا سبحانه وتعالى هيشفيكي هيجعل ما بينك وما بين العدو حجاب مستور يعني مش حد هيقدر عليكي بس التزمي بالصلاه التزمي بالقران الكريم والله ما حد هيقدر عليكي ابدا 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 ومن هنا انا بقول لكل والله اعلى واعلم ومن هنا بقول لكل احبابي والمشاهدين اوعى حد يخاف من من السحر لا انا بخاف من حاجه واحده من الحسد الحسد بيبقى سريع جدا جدا عن السحر الحسد بيبقى سريع جدا شعاع سهم بيخرج من عين الانسان يعني بيبقى اسرع من البرق وعنده استعداد ان هو يموت الانسان او يقضي على الانسان في ايام بسيطه جدا ربنا يا رب يكفينا شر الحسد اما السحر فين وفين على ما الساحر يعمل يعمل وياخد اسم اللي هيعمل له والقطر والكلام اللي هم بيقولوه دول والدجل والشعوذه على ما يعمله وممكن بالقران الكريم وممكن الانسان اللي هو بيتعمل له سحر انسان طاهر انسان على طول ذاكر لرب العالمين انسان على طول 24 ساعه قاعد بيصلي على سيدنا النبي انسان قاعد بيستغفر ربنا انسان قاعد عمال يقول لا حول ولا قوه الا بالله تلاقي الساحر كل ما يعمل له حاجه يتفك ما يقدرش عليه طب ليه معانا اتصال معانا الاستاذه نهاد اهلا بحضرتك يا فندم اهلا السلام معانا الاستاذه نهاد اهلا بحضرتك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل سنه حضرتك طيب يا رب وانت بخير وصحه كريم. وسلامه أه حضرتك يا فندم انا حسيت اني إن إحنا في مكان فيه زرع والمكان ده فيه تعبان كبير جدا. في إيه يا فندم؟ وعامل إنه ميت، في تعبان كبير جدا وعامل إنه ميت. وتعبان وميت؟ عامل إنه ميت. عامل إنه ميت. بس جه مسكت رقبته عند رقبته كده فحاول يعد أختي. تمام. فأنا لما أما بعد عن أختي مسك في شعري. تمام. بس قاعد يبخ سم كتير جدا على جسمي يعني السم جه على الس... السم جه على جسمك؟ جه على شعري وعلى وشي كده تمام تمام آه، بس... بس, ما عندكش يعني جلد راسي الاهتمام التعبان ما, ما لحقتش راسي بس لحقت شعري تمام بس شعري يا فندم ممكن سؤال بعد اذن حضرتك انت حضرتك متجوزه؟ اه متجوزه طيب الحلم ده كان امتى؟ الحلم ده كان في الظهر كده طيب في حد اتكلم عليكي وقال لك قال كلام عليكي مش كويس؟ اه في قولي حسبي الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل وربنا ينصرك عليه بس اوعي تدعي على حد حسبي الله ونعم الوكيل بس ربنا يكرمك يا دكتور معلش يا شيخ ربنا يكرمك شكرا يا فندم شكرا يا فندم كل طيب ربنا يبعد عنا وعنك الشر يا رب طيب يا جماعة أنا بقول لكم ما تخافوش من سحر ولا من ساحر ولا من شعوذ ولا دجال والله ربنا سبحانه وتعالى بيبطله ربنا سبحانه وتعالى سيبهم وبيمتحن وبيختبر الإنسان يعني ممكن الإنسان اللي هو ممكن يحصل له سحر أو ربنا يبتليه بـ بـ بهذا الأمر هو فكرك يا ساحر أن أنت ابتليت هذا الشخص بمزاجك أو أنت قدرت عليه لا ده ربنا سبحانه وتعالى عايز كده لإن ربنا سبحانه وتعالى أحب يبتلي هذا الإنسان أو هذه الإنسانة أنا بقول لكم من هنا إن ربنا سبحانه وتعالى كريم أوي 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 طيب أنا بصلي وبصوم كويس مع الناس قدر عليا السحر وقدر يتعبني أوي 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 ليه؟ عارفين ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى حب يبتليك طب حب يبتليني ليه وأنا بحب ربنا وبصلي؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى بيحبك عشان ربنا سبحانه وتعالى عايز يسمع صوتك يسمع صوته بايه يا ابو يحيى كل شويه تقول له يا رب فك عني يا رب انصرنا على عدوي يا رب انصرنا على الساحر ده يا رب انصرنا على من عداني قولهم انصرنا على من عداني يا رب انصرنا على من سحراني والله العظيم والله العظيم هو ما يقدر يعمل لك حاجه ولكن هو ابتلاء من ربنا ربنا بيختبرك بيه لغايه وقت معين وبعد كده يفرحك ربنا سبحانه وتعالى يقول الملائكه ايه ماذا قال عبدي بعد البلاء فيقول يا رب حمدك وشكرك يقول الحمد لله وشكرك وقال ألف حمد وشكر لك يا رب فربنا يقول إيه أزيدوا العبد في البلاء شوية يعني إيه شوية كده زودوا البلاء عليه فيزودوا البلاء عليه فالعبد من 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 يعني حسنه ظنه بربنا فيقول ايه الحمد لله يا رب انا راضي انا راضي باللي انت بتجيبه يا رب لك الف حمد ولك الشكر فيقول الرب رب العالمين يقول ايه للملائكه ماذا قال العبد بعد ما ازدت له البلاء قال الحمد لله وشكرك وقال لك الف حمد ولك شكر يا رب العالمين فيقول أزد, أزد ازيد ازيد العبد شويه كمان كده في البلاء فيقولوا يا رب ايه ده ما حدش قادر يقول انا اضرى بعبدي منكم واحب ان اسمع صوته يا الله يعني كل مبتلى موجود دلوقتي مريض او عنده سحر او عنده ضيق في الرزق والبلاء عنده شديد قوي 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 ومش عارف يعمل ايه دايما عند ربنا عشان ربنا بيحبه اه عشان ربنا بيحبك وبيحبني علشان ربنا سبحانه وتعالى عايز يسمع صوتك عايز عايز يسمع على طول تقول تقول له يا رب يا حبيبي يا رب يا كريم يا رب فك عني يا رب عايز يسمع صوتك طب وسايب اصحاب الـ 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 النفاق والسحر والدجل سايبهم ليه ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للملائكه ايه لما يجوا ما هم بيدعوا برضه اللي هم اهل الدجل والناس اللي هم المخربين والناس اللي هم اهل الشر فربنا سبحانه وتعالى ايه ييجوا يدعوا ربنا فالملائكه يقولوا يا رب بيدعيك الدول اللي هو عايزه يا رب ده بيعصيك ايوه الدول اللي هو عايزه انا مش عايز اسمع صوته مش عايز اسمعه إن هو يقول يا رب ساحر اذى الناس بهدل الناس سبحانه وتعالى فهنا انا بقول لكل اخ واخت اصبروا على البلاء يا بخت كل من ربنا يا بخت كل من من, الله سبحانه وتعالى اعطاه بلاء معانا اتصال اهلا بحضرتك مين معانا اهلا يا فندم معاك اتفضلي اتفضلي ابو يحيى معاك السلام عليكم اتفضلي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت رؤيا بس عايز اقول اتفضلي يا فندم تحت امرك يبقى انا من جمله آه اربع آه آه كده رايت يعني كان نازل يعني حاجه زي الان كده اسود لا ثانيه يا استاذه الفاضله معلش انا ما سمعتش حاجه في السماء نازله زي حاجه اسمها الان كيف كده ده خالص وزي ما كنت ما يقول لي اصلا يعني طالع نازل عن الناس وبصيت لاخويا جاي يا استاذه معلش بعد اذن حضرتك باسف لحضرتك جدا معلش انا مش سامع واحده واحده بعد اذن حضرتك لاني مش سامع المنام بتاعك اتفضلي طب معلش الاتصال اتقطع بعد اذنك عاودي الاتصال تاني معانا آه يعني بناسف اتمنى من اللي بيكلمنا يقف في حته فيها شبكه ويبعد عن التلفزيون عشان يعرف يسمعنا طيب انا هنا بقول لكل مبتلى ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يفك عنك ودي اختبار من ربنا من رب العالمين لك لان الرحمن الرحيم بيحبك لان رب العالمين جميل جدا 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 بيحب عبيده الرؤيه والمنام جميله جدا جدا الرؤيه والمنام هو حد يقول لك ما تفسرش رؤيا ومنام يا عم ده هتتفسر لوحدها كده كده هتتفسر لا هقص عليكم منام حصل من حوالي اربع سنوات كان منام سبحان الله سبحانه وتعالى يعني من من الله عليه سبحانه وتعالى ان اصبت في هذا المنام والمنام ده كانت لاخت كريمه بتتواصل معايا بتقول لي يا ابا يحيى انا ماشيه في الشارع و وكنت ماسكه شيء في ايدي يعني حاجه في ايديها كده وماشيه والشيء اللي هي ماسكاه ده وقع منها على الارض وقع منها على الارض فبتقول انا بوطي واجيبه فلقيت الدنيا قامت ممطره عليا مطر فلق فلقيت فلقيت المطر نزل على ظهري مطر بسيط جدا 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 وقمت فبقول له حضرتك انت حضرتك معاكي اولاد فقالت لي لا والله انا بقالي سبع سنوات لم انجب ورحت عن جميع الاطباء وكشفت ومفيش فايده اسمعوا الكلام ده يا جماعه أنا بقولها إزاي؟ أنت حضرتك ربنا سبحانه وتعالى بيبشرك قريب جدا بحمل. لأن أنا بقول لك بقول لك مبروك أنت حق أنت هتحملي قريب قوي 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 وهيكون لك ذرية طيبة. فازاي؟ فالست يعني إيه استغربت كده من كلامي وفضلت ساكتة وسابتني أتكلم. قلت لها حضرتك وقع منك شيء على الأرض فأنت بتوطي الجبيه فوأنت بتوطي بالجبيه نزل على نزل مطر خفيف جدا على ظهرك. طيب الظهر ده نزل عليه ايه؟ نزل عليه ماء مطر غيص والماء هنا لما ينزل على الظهر نزل على الصلب فده ايه؟ وهي متجوزه اي هذا هو مني زوجها الذي سوف يسكن صلبها وياتي منه الذريه الصالحه ليه؟ ما هو الماء هنا مش ماء مطر بس مش ماء بنشربه مش ماء نخش بيت الحمام لا هنا ماء ماء المني ماء نشربه ماء الغيص فهنا قالت لي هذه المراه باستعجاب يشهد علي رب العالمين بهذا المنام والله يا استاذ انا حامل بقالي شهر ما فيش حد يعرف الكلام ده الا انا وجوزي بس سبحان المولى سبحان رب العالمين فانا بقول هنا المنامات جميله فيجي ازاي يقولك ما تفسرش المنام انت ليه بتفسر ما هيتفسر لوحده طيب الميت اللي مات وانتقل الى رحمه الله وعليه دين نعم يا فندم تمام الميت اللي توفاه الله سبحانه وتعالى وعليه دين ازاي يسدد دينه فبيجي للاحياء ويقولهم في كذا عن طريق اشارات يقدر المفسر يفسره عشان يقول لاهله بسداد الدين والله اعلى واعلم شكرا لحضراتكم اتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم اللهم اجعل كل ما قلته شاهدا لي لا علي يا رب العالمين يا رب نكون فتكم كل عام وانتم بخير رمضان كريم اللهم استرنا بسترك يا رب العالمين اللهم احفظ مصر وارض مصر وشعب مصر واعز جيش مصر وارزقنا بالخير كله وارزق العالم العربي والاسلامي الخير كل عام وانتم بخير رمضان كريم وشكرا لحضراتكم وشكرا لقناه الصحه والجمال وبرنامج احلامنا الجميله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته